شارك بلوح. متابعي الكرام، السلام عليكم، مرحبا على هذا النقل المباشر. اعزائنا الكرام، مرحبا بكم من مدينه تازا. وسؤال اليوم، شنو الراي ديالكم في ثلاثه الاسابيع اللي كاينه ديال الحجر الصحي؟ مرحبا بكم متابعينا الكرام. محسن عبو، السلام عليكم، انا موافق على التمديد حيث الوعي التام ما كاينش، مازال خص تمديد حتى 30 يونيو. شوف تشوف واش تقدروا نتغلبوا على الوباء. الله يطيب. محسن عبو، نتمنى ان هذا التسريع اللي زادتنا المملكة المغربية على لسان رئيس الحكومة اللي قال لك بأن ثلاث الأسابيع، ما هي إلا أننا العيد ديالنا الصغير ما تحولش من فرح إلى رتح، يعني ما تحولش من يعني هذا الشيء. قال تمارا اللي ضربت المملكة المغربية، هاد التمارا اللي ضربت المملكة المغربية ما بغاوهاش تمشي هباء سودا، يعني نصبروا واحد ثلاث سيمانات وبغينا نعرفوا شنو الرأي ديالكم أنتم أصدقائي. كريم فشلاوي، لا أظن التمديد سيصم إلى غاية نهاية الوباء، لأن المشكل العويص في تنظيم المغاربة يحتمون الحجر الصحي. مشكل عدم احترام الحجر الصحي هو مشكل أصبح وطني يا أخي، وأصبح عالة على الوطن يا أخي. الحكومة قدمت اللي عليها، السلطات دارت اللي عليها، كيبقى المواطن اللي هو حلقة الوصل، واللي هو اللي هو المعني بالأمر يا أخي، هو اللي خصو يحترم الحجر الصحي يا أخي الفشلاوي. نتمنى الخير يا أخي. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على البث المباشر. شنو الرأي ديالكم في تمديد حالة شنو هي الرأي ديالكم في حالة في تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ثلاث أسابيع أخرى؟ متتبعينا الكرام، نتمنى أن تمديد حالة الطوارئ لهذه المدة ديال ثلاث أسابيع، نتمنى أن تكون نهاية الوباء النهائي، وليس تمديد بدون فائدة. متتبعينا الكرام، ننتظر التفاعل، ننتظر الإخوان أنهم يتواصلوا معنا باش نبداو النقاش ديالنا على قناة شوف تي في. متتبعينا الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، بغينا نعرفوا شنو هو الرأي ديالكم.
متتبعينا الكرام، بغينا نعرفوا شنو الرأي ديالكم في تمديد الحالة. تحية يا أخي معاد، مرحبا بك يا أخي، شكرا لك أخي معاد، مرحبا بك أخي. متابعي الكرام، بغينا نعرفوا شنو الرأي ديالكم في تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب لثلاث أسابيع أخرى للنقاش. لنا رقم هاتف متتبعينا الكرام، مرحبا بكم على هذا البث المباشر. حالة التمديد اللي زادوا لنا ثلاث أسابيع كما سمعنا هذه العشية على لسان وزير رئيس الحكومة السيد العثماني. بغينا نعرفوا شنو الرأي ديالكم. بصراحة أنا أريد تمديد يمتد لثلاث أشهر أخرى لأن الوباء خطير جدا يا أخي، جد جد خطير، وليس بوباء ولكنه بمرض قاتل، بمرض قاتل يا أخي، بما نتمنوا اللطف من عند الله. بغينا نعرفوا شنو الرأي ديالكم في التمديد. أخي نورة محمد، إنه تمديد لمعاناتنا، نحن عالقون بالخارج، إنه الموت البطيء لنا ولأبنائنا، نحس بأننا منبوذون. لكن يا أخي يجب أن تعلم أن كورونا هو وباء دولي يا أخي، وباء خطير، ومجموعة من دول العالم اللي ما قدش تغلب عليه يا أخي، الوباء دولي. الشبلاوي محمد، يا رب السلامة أجر يا أخي، نتمنى الخير يا أخي الشبلاوي محمد. متتبعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينة تازة. لنا سؤال اليوم، شنو الرأي ديالكم في تمديد الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر؟ كما شفنا قبيلة بلاغ أو خطاب أو رسالة السيد العثماني رئيس الحكومة. ياسين طميس من كندا، مرحبا بك يا أخي ياسين، مرحبا بك على قناة شوف تي في يا أخي، مرحبا بك بالتواصل يا هاتفي للتواصل، مرحبا بكم متتبعينا الكرام. بغينا نعرفوا شنو الرأي ديالكم في التمديد اللي طال الحجر الصحي ثلاثة أسابيع أخرى. مزيان الناس تحافظ على الحجر، ولكن راه الناس مقهورة وخاسر الفلاحة والمسائل ما لقاو في بعض منتوجاتهم يا أخي، رأيك يحترم يا أخي. أخوي عبد الله شحال زادونا، الله يجازيك بخير، ثلاثة أسابيع يا أخي، بناء على خطاب رئيس الحكومة السيد العثماني هذا اليوم، ثلاثة أسابيع يا أخي الشبلاوي، إلى غاية 10 يونيو. شي تاوي الخير وديع الله يدير شي تاوي الخير، اجل يا اخي الله يدير شي تاوي الخير يا اخي، نتمنى الخير اخي. واش حتى تزاد زاد ليا بالنسبه لتمديد الحجر الصحي. اختي ملكه، وطني، ما كاينش مدن اللي غادي تخرج في هذا الحجر الصحي ومدن غتبقى، هو تمديد وطني يا اختي. الكل غادي يجلس في المنازل ديالو لمدة إلى غاية 10 يونيو. نتمنى الخير والسلامة يا أختي من عند الله، نتمنى الخير والسلامة يا أختي. متتبعينا الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينة تازة، وهذا اللقاء التواصل مع متابعي القناة ومع الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبالمغرب. ونتمنى لكم تكونوا قضيتوا أوقات جميلة في هذا رمضان اللي إن شاء الله قرب نودعوه، ما هي إلا أيام معدودة، ونتمنى أننا نكونوا استخلصنا دروس من هذا الوباء ديال كورونا، واستخلصنا دروس من رمضان المبارك الكريم. بونسوار فوزالي بيان، ميرسي بوكو سعدية، تخي تخي بيان أختي، مرحبا. الشبلاوي توحشك الخير كريم، شكرا يا حبيبي، شكرا يا اخي، وسلم لي على الاخ في الولايات المتحده الامريكيه الصديق العزيز. شكرا ملكه ريتي، شكرا، لا شكرا على واجبي يا اختي. المملكه المغربيه كلها لها نفس الحجر الصحي، ما كاينش مدن استثنائيه ومدن غادي تكون عندها الحجر الصحي.
قانون واحد مازال حاجه صحيحه مطبق على المملكه كامله. ونتمنى الخير من عند الله، نتمنى السلامه والخير من عند الله. apparemment vous êtes confirmé jusqu'à au 10 juin inchallah. oui jusqu'à au 10 juin inchallah. سعدية اختي تصريح رئيس الحكومه هذا المساء ان ثلاث اسابيع ان شاء الله الى غايه 10 يونيو، وختم بواحد العباره ديال ما بغيناش عطله الفطر بس فيناش عيد الفطر يولي من فرح الى صراح. كلام اعتبرته انا منطقي ومعقول. صبرنا صبرنا نزيد نصبروا. امين اخي الله يدير شي تاويل الخير. امين يا اختي مليكة، نتمنى الخير والسلامه. متتبعينا الكرام، متتبعي قناه شوف شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينه سازا، وهذا اللقاء التواصلي مع متتبعي القناه عبد الله عواد. سلام خي عبد الله عواد معود من سازا. حجر مزيان خاص تكون مفيد حسن جدا وباقي اجل يا اخي عبد الله عواد، اجل اوفقك الراي. ابراهيم نتمنى والله يكون في هذا الحجر غل ويبعد عينا هذا الوباء. هذا ما كان يا اخويا ابراهيم. صبرنا صبرنا نزيدو نصبرو يا اخي ابراهيم. سلام اخي العزيز، اشكرك الله. مرحبا يا اخي، شكرا يا اخي الكريم. سي عزيز، تمديد الحجر الصحي في هذه الظرفيه امر طبيعي، خصوصا نحن مقبلون على عيد الفطر. هذا ما كان يا اخي بالنسبه لعيد الفطر، لو كان رفع الحجر الصحي في عيد الفطر غتكون تجمعات سكنيه، غيكونوا بزاف الامور اللي المملكه المغربيه هي ما قداش صعب الخطوره ديالها. والحمد لله ثلاث اسابيع نتمنى انها تدوز فواحد الاحترام تام للحجر الصحي. هذا مكان يا اخي العزيز. سي عزيز، متتبعينا الكرام متتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينه زازا، وهذا اللقاء التواصلي مع متتبعي القناه ومشاهدي القناه ومنخرطي القناه ومغاربه العالم وكذلك المغاربه اللي في المنازل ديالهم. نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، ونتمنى نعرفوا شنو هو الراي ديالكم بخصوص تمديد الحجر لمدة ثلاث أسابيع. رسالة من الاخ الكريم بالنسبه لحاله التمديد على ما اعتقد الاخ معاد شاروخان سليطان، فنان تازي محب للاغاني والرسم الهندي بمدينه تازا. الاخ الكريم بالنسبه لحاله التمديد على ما اعتقد ان الحسا يستمر مدى الحياه، لان السلطات المعنيه ما قيماش بالواجب، وبعض المواطنين الله يهديهم ما خداوش الامور بجديه كافيه. نطالب بالحظر طيله اليوم، كنتمنى المعامي يتسدوا، كنتمنى الله يهدي بعض الاشخاص. أظن أن كلمة المعامل أنا متفق معك، لكن السلطات يا أخي قائمة بالواجب ديالها، راك تشوف الأمور على برا. بون كوراج بور لي غيست دو كونفيرمون. هذا مكان يا أخي جمال، مرحبا بك يا أخي جمال. متتبعين الكرام متابعي قناة شوف تي في، تحية لوديع طميس فنان تازي مقيم مراكش. تحية سي طميس، نحن مع المصلحة العامة. أجل يا أختي، نحن مع المصلحة العامة يا أختي الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، وهذا اللقاء التواصلي. نحن مع المصلحة العامة يا أختي. أجل نحن مع المصلحة العامة، ولما لا، نتمنى الخير من عند الله يا أختي مليكة. المتتبعين الكرام متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. لنا سؤال، شنو الرأي ديالكم في تمديد حالة الحظر الصحي لثلاثة
مدة 3 أسابيع إلى غاية 10 يونيو من هذا من شهر. السعدية أكيري جو سويت أن بون فان دو رمضان et un bon 25 jours inshallah pour tous les musulmans et mes frères et sœurs du Maroc. اختي السعديه لها رساله للاخوه ديالها والمغاربه. Je souhaite un bon fin de Ramadan et bon 25 jours inshallah. اختي مرحبا بك يا اختي. طريق العزوزي الحجر المنبر مجلس 3 أشهر مسبقا سي عبد الله. كنتمنى يكون بالفعل حجر صحي وليس حجر سياسي وفرصه لتصفيه الحسابات حسابات لأن وباء كورونا وكوفيد 19 منتشر بجل بقاع العالم ولاحظنا وفيات وإصابات ومجموعة من الأمور. نتمنى الخير والسلامة يا أخي طريق ونتمنى أنه حتى إذا كان حجر سياسي يا أخي نتمنى ويسالي ونتمنى هالثلاث أسابيع اللي غادي تزادنا يكون نهاية كورونا بالمملكة المغربية إن شاء الله. ما يهمنا هو المملكة المغربية وسلامة المملكة المغربية في وقت الرهين يا أخي طريق العزوزي. ونتمنى الخير من عند الله. نتمنى الخير من عند الله يا أخي العزوزي. متتبعينا الكرام متتبعي قناة شوف تي في مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينة تازة وتازة وهذا اللقاء التواصلي. ولنا سؤال الحلقة شنو الرأي ديالكم في الحجر الصحي والتمديد ديالو إلى غاية 10 يونيو من الشهر المقبل بإذن الله بعدما كان غادي ترفع الحجر الصحي التدريجي نهار 20/5 أصبح لزاما التمديد إلى غاية 10 يونيو. شنو الرأي ديالكم متتبعين الكرام؟ لنا رقم هاتف للتواصل. مرحبا بكم مرحبا بالأسئلة متتبعين الكرام. الو الو السلام عليكم. السلام يا صديقي مرحبا يا اخي. شكرا اخويا. مرحبا اخويا عندي واحد الطلب الله يخليك لك. مرحبا راك على المباشر. مرحبا يا اخي. كنت صرت اليوم باش يعطوني صيفطوا لي ما صيفطوا لي والو. كنت ديجا انا منحط في لاسينيسيس توقفت عليا في 2012 ما قدرتش نخلص ما عنديش هذيك لاكارت ديال راميد وكنت قلت للناس اللي ما خدامين ما حتى شي حاجه وانا كنت ندير كوميرسيال متجول وتقريبا من الاول ديال مارس ما بقيت نخدم. انقطع الخط يا اخي نتمنى ويرجع يعاود يتصل بينا هذا الصديق. السلطات بالنسبة لمدينة الدار البيضاء أخي ما قيمش بالواجب. أنا الآن جد عادي يا أخي تنقل داخل المدينة عادي تسوق عادي بدون كمامات. أين هي السلطات أخي بالنسبة لمدينة الدار البيضاء؟ أخي ليس هناك حجر يا أخي. نحن بمدينة تازة يوجد التزام يوجد حجر يوجد تطبيق القانون. دولة مع الشرطة بمدينة تازة كنا بالسيارة بدون علم مسبق لرجال الشرطة بدون علم مسبق للدوريات وكنا بالسيارة ودرنا على 3 نقط أمنية بمدينة تازة يا أخي. الحمد لله كان هناك التزام للحجر الصحي وكان هناك التزام قوانين مع العلم أننا لاحظنا وعيننا 2 أشخاص لا يتوفرون على ورقة خروج يا أخي معاد واتصل احد رجال الامن بسياره الشرطه بسياره الامن وقصدوا المخفر الشرطه للتحقيق معاه ويشوفوا علاش خارج بلا ورقه يا اخي. بالنسبه لمدينه تازة الامر مغاير عن مدينه الدار البيضاء يا اخي. الحمد لله كاين حاجه صحي كاين استسباب الامن كاين عمل ديال السلطه. الحمد لله انا اتكلم عن مدينه تازة انطلاقا باني متواجد بمدينه تازة يا اخي.
سي محمد، سي عبد الله، شنو وقع لديك الولد ديال المسبح؟ شفناه في واحد الحاله مجروح، واش كاين كلا قتله ديال راسه؟ يا اخي محمد، انت الان على شوف تي في مباشره. بالنسبه لك السيد غادي نحاول نتصل به غدا ونزوروه ونشوفوا اش واقع. دابا تزوروا شوف تي في غدا ان شاء الله. اذا كان ممكن اخي سيمو محمد ترسل لي رقم الهاتف ديالو، ولا شوف لي رقم الهاتف ديالو، نديروا له زياره ان شاء الله باذن الله، نشوفوا الحاله الصحيه ديالو كيف بقات. لو كونفينمون prolongé, c'est normal. L'Eid approche, tout le monde va sortir sans filtre. Le virus est toujours présent. Oui. Ajal, ya okhti, ya okhti. Al waba daim el mojour. خي عبد الله، واحد ما لم افهم يا اخي سي محمد. محمد سؤالك اعيده بطريقه اخرى. مرحبا يا اخي. متتبعينا الكرام، مرحبا بكم على هذا النقل المباشر، ومرحبا بكم على قناه شوف تي في. نتمنى تكونوا فطرتوا مزيان، نتمنى تكون اموراتكم مزيانه، وبغينا نعرفوا اشنو هو الراي ديالكم بالنسبه للتمدي الحجر الصحي. عفوا اصدقائي، عفوا، نعرفوا شنو الراي ديالكم بتمديد الحجر الصحي يا اصدقائي. مرحبا بكم باتصالاتكم، برسائلكم، وحتى بانتقاداتكم. نتمنى تكون انتقادات ايجابيه وليست بالسلبيه، لاننا نبحث فقط عن ايصال المعلومه وليس غير المعلومه. لنا اتصال هاتفي. الو الو الو، السلام اخويا. انا اللي كنت اتصلت بك دابا واحد شويه وتصل لي الصوت. مرحبا يا اللي اخي، كنت نتكلمك على المساعده اخويا. من شهر مارس ما بقيتش خدام، ما بقاتش عندي الماء مدخول. انا تندير داكشي ديال الطاقه الشمسيه، الا بعت البارح ما بعتش، وهادي دابا من 15 مارس أرسلت لهم ما صيفطوا لي حتى شي حاجه. لا دابا واش انت صرت وصلت بهذيك ال... نعم دابا انت شنو طبيعه العمل ديالك؟ وصلت بهذيك الرساله الطاقه الشمسيه. عين، لا طبيعه العمل، واش عندك اصل تجاري ولا خدام مع شركه ولا عندك رميد؟ لا انا خدام. لا دابا كاينه واحد الشركه تركيه تيبيعوا تيديروا الطاقه الشمسيه، انا دايرين معايا الكوميسيون، الا بعت نعيش ما بعتش ما تنعيش. واخا ما عندي لا سينيساس كانت توقف. لا غير تفهموا انا وياك، بالنسبه للا سينيس دابا واش انت مسجل في لا سينيسيس ولا داك البرودوي كتبيعو في محل تجاري؟ كاينه شا... لا فهمنا الشركه كنا كانت مسجل في لا سينيسيس. كنت تمشي جوج كاين الشركة هي هذيك تناخذ من عندهم مثلا. لا غير نتفاهم، ما مشجلش دابا حاليا معاهم. نعم ما مشجلش حاليا مع، ما مشجلش كاع دابا في لاسينيسيس يمكن. لا ما مشجلش لاسينيسيس، ما مشجلش لاسينيسيس، ما يمكن لك تستافد من لاسينيسيس. علاش؟ لحقاش داك الشركة هي اللي كتمشي تسجلك في الكوفيد 19 سينيسيس، راه ماشي انت اللي كتسجل راسك. ما دايش رميد ولا لا والو، لا هادشي حتى لا سينيسيس ما صيفطش عليهم من 2012 وقفات لي لا سينيسيس، ما بقاش يخلصوها. كان وقع لي شي مشاكل معاهم، وليت شويه دابا مؤخرا وليت ناخذ مثلا البرودوي ديالهم وتمشي نقلب على راسي. بعت راه تناخذ كوميسيون، ما بعتش راه ما تناخذش. ولكن ما كانش عليك، انا على ما ظنيت ما كانش عليك تاخذ عليهم البرودوي تبيعو هكا بعشوائيه وتضيع راسك. على انا ظنيت تدير معاهم بحال انت دير شي محل ديالك ان فون دو كوميرس وتبيع فيه، ولا هاد الشركه قبل ما تبيع لها البرودوي تدخلك معاها في ضمان اجتماعي باوراق قانونيه، يعني بحال اللي خدمتي في يد الله وجات فيك الضربه دابا في هاد زمان كورونا. هادشي اللي استنتجت. نعم اسيدي، هادشي اللي كاين. ودابا وصيفط لهداك الشيء ديال الناس اللي محتاجين. اها فاش صيفط بعثوا لي هذيك الرساله ديال قد وصلنا بسبيتو، غادي من تما ما عيطوا لي ما صيفطوا لي حتى شي حاجه. 12 12
12 نهار سوري، انا صيفطتك انت عمرت، صيفط لهم الايميل قلت لك ناسيونال، عطيتهم لادريس، عطيتهم جميع المعلومات، وما صيفطوا لي هذاك لقد تم تسجيلكم هذه وهذه، ولكن تحت دراسة بحال يمكن لك توجه شي وكاله اللي كتخلص. انا على في نظري توجه لوكاله اللي كتخلص الناس وتعطيهم لاكات. نعم خويا فين كاينه بغيت نعرف شو اي كاينه وكاله الاخرين اي وكاله اي ما وكاله شوف ما غتشوف اي وكاله كتخلص المواطنين، اي وكاله كتخلص المواطنين هي غتمشي غادي تاخذ الصف ديالك بطبيعه الحال مع الناس، وغادي تقول لهم من النوبه ديالك تقول له يا اخي راني تسجلت وصيفطوا لي تم قبول طلبكم وريني خلاص هاك لاكارت ناسيونال ديالي وشوف لي يا اخي واش راني مسجل في السيستم. هما غيديروا النمره ديالك في السيستم، تقدر تكون وصلاتك الامانه ديالك، ولكن التليفون ديالك واش ما دازلش النمره بار ديفو ولا ما صيفطوكش ميساج ولا وديك الساعه يقدر هذاك بحكم دابا طبيعه العمل هذاك الوكالات البنكيه وداك اللي تحويل الاموال، دابا بحكم انهم بداو مع الدوله هادشي ديال كوفيد 19 عندهم معلومات كثيره وفيره. انت دابا بلا ما تصيفط لا 12 لا والو، انا في نظري بحال دابا هاد النهار كانوا اللي كيشي عامرين، يعني غدا تحول شي كيشي ديروا لاكات ناسيونال قول له خويا راه نصيفط 12 والكود ما جانيش وما وصلنيش ولاني راني مقبول هاك شوف ليا. هو يقدر يكونسلتي نمرتك ديال لاكات ناسيونال في السيستم، تقدر تطلع الماندا على ما اظن، يعني باش تبقى هكا كتصيفط 12 12 وما وكتبقى معلق. لا وهذاك اللي في ذاك الوكاله بحكم انه دابا راه ولا تحك معاهم مع هاد الكوفيد 19 راه يقدر يعطيك يقول لك ها فين تمشي ولا هاك واحد النمره التليفون فيكس ولا هاك هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي. هذا هو الراي هادي في نظري اش ممكن لك دير. نعم نعم فهمتك. دونك هذا في اي بنك واخا ماشي في لا البنك اللي عندي ولا لا البنك لا ماشي اللي البنك يعني. ماشي غير ماشي البنك، غتمشي الناس اللي كيخلصوا اللي كيخلصوا هذا الاعانه ديال الراميد ولا كوفيد 19. انا على ما ظنيت البريد كاش وداك هادوك داك لي بوتيك اللي كيديروا لي تحويلات الاموال ديال ويسترينيو البريد كاش سميتو لي مونيغرام ولا هادوك بحكم انهم ولاو محتكين مع الكوفيد 19 راه غيكون عندهم معلومات كبيره، وهو راه عنده السيستم باش كيعطي فلوس اي يكونسلتي لو نوم بخي لو نمره ديال لاكات ناسيونال يقدر يقاكس الماندا ديالك تما ويقول لك ولاني ما نقدرش نعطيها لك، شوف معاهم يصيفطوا الكود ولا هادي بعدا تعرف شي راس الخيط شنو كاين. يا خويا شكرا مرحبا يا شكرا صديقي شكرا مرحبا ونتمنى لك الخير يا اخي. شكرا ولا مشي شوف ولا مشيتي ولا مشيتي وما استقبلوكش ولا ما عجبكش الاستقبال ولا ما بغاش يرد عليك ولا عاود اتصل بينا غدا وناقشوا الموضوع بطريقه اخرى. الله يطول لي في عمرك. مرحبا يا شكرا اخي مرحبا بزاف مرحبا بزاف. مرحبا الله اللي عندي يا ما يكون شكرا. اخي ان شاء الله بعد العسر يسر يا اخوي ان شاء الله. مرحبا يا شكرا بارك الله. الله اللي عندي يا ما يكون اخي ان شاء الله بعد العسر يسر يا اخو ان شاء الله. مرحبا يا شكرا بارك الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. منير الكبير سلام اخ عبد الله مساءكم سعيد وكل احترام وتقدير وانتم مشكورون على ما تقدموه ولله الحمد يا اخي. تمديد الحج الصحي جد معقول وما قاله الحكومة فهو صائب وصحة وسلامة المواطن فوق كل شيء. الكلمة يا أخي عياد الكلمة الجملة اللي ختم بها رئيس الحكومة كانت شوية ميساج للمغاربة وشوية مؤثرة ديال نتمناو ما بغيناش الفرحة ديال العيد الفطر تحول لصراح ما عجبتناش حتى حنايا اننا قدر ما فرحاني باش نسالي يوم الكوفيد 19 قدر ما اننا نهرسو كل شيء. نصبروا يا اخي عياد قمحي ونصبروا والقادم افضل باذن الله القادم افضل. متتبعينا الكرام لنا اتصال هاتفي. مرحبا يا أخي مرحبا يا أخي دقيقة من فضلك. داكشي
حساب بلي هالسكينة زادت الكلام. يبقى معايا يبقى معايا يبقى معايا حطك على المباشر. نعم يا اخي نعم. كيدايرك يا عبد الله بخير؟ مرحبا بك يا اخي محمد، بارك الله فيك يا اخي. احترامي لك وللمتتبعين تاع قناه شوف تي في. بارك الله فيك. بغيت نهضر معك في اطار داك الشاب يعني اللي هان ساكن التازه. تفضل. وانا احييك قبيله دخول السيارة يعني تبارك الله عليك، كان ردي في المستوى لان خص هذاك الشاب باش ربما يكون الله المريض الله يشافيه او لا كان مقصود الله يهديه. اي باش يعرف بان مسازاره من اعرق المدن العالميه وعطاس يعني عطاس عطاس ابناء، والحمد لله اللي راهم دابا الحمد لله في هذا الوقت هذا بلا ما نهضروا على التاريخ الماضي يعني عاطيه الحمد لله ناس في المستوى عبر المؤسسات نتاع الدوله فهمتي؟ نعم. عندنا سير وحنا بلادنا تاع الضيافه ونتاع الحب ونتاع الكرم ونتاع الاستقبال ونتاع اجينا غير نيشان ذاك اللغه نتاع اجينا نيشان داكور يعني وقفنا بنادم واخا غير معنويا هادشي راه ونطلبوا الله الله يهديه والله كما قلتي ما نعمروش راسنا به دري ربما ظروف جعلاتو حرجاتو بزاف حوايج انفجر نطلبوا له ربي الهدايه ونحسبوه وليد من وليداتنا والله يسمح عليه في هذا الهواتر وهذا يا, يا 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 اخي تسادلي دابا داك الشاب انا شدك الفيديو ماشي ما شفتوش وعاودتو 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 دابا المشكل اننا ما خصناش نتسرعوا في اصدار الاحكام وما خصناش لا اسمع لي يا اخي تادلي ما خصناش اننا نقلبوا انا كانسان باغي ندير البوز ولا كانسان باغي كلشي يشوفني ولا انني واحد السيد غير الحاله ديالو يعني انسان قالوا لي مريض نفسانيا شوف غير فمه بقوه رمضان ولا يابس شوف غير وجهه ميؤوس شوف غير حالته شوف كذا حتى كنظنوا ما يقدرش يادي توازن فمه ما يقدرش يادي حتى شي حاجه فزازه الو داك الانسان انا كتاز كما قلت الحما كيخناس كيهزوه غير مالي غير مالي ملي سمع داك الفيديو انا صبروا كشاب مشي نهزو نديه للطبيب ولا نشوف شنو مالو ولا دي. انا صيفطوا لي واحد التصويره الدري راسو مفرشخ مهرز ضربوه نطلبوا الله سبحانه وتعالى نطلبوا له الشفاء العاجل والله يهديه وصافي كما قلت في مسألة نتاع البيز أو لا يعني ما هو واضح أنا شوف الفيديو باش يعني باش نعطيك شي صورة عليه أو لا أنا الحكم اللي سمعت عليك نتايا نطلبوا له ربي الهداية وصافي هذا هو اللي كان خير عبد الله حنا ما خصناش كما قلت هذا يعني الهم الوحيد ديالنا بكل صراحة وبكل صدق واللي كيبغى اللي كيبغي المملكة المغربية وكيبغي الوطن ديالو وكيبغي البلاد ديالو هي نديروا اليد في اليد من أجل هذه المدينة هذه المدينة نخرجوها من هذه المشاكل اللي راه كتعيش فيها، من هذا المقزق اللي راه فصو. بغينا نعرفوا هذه الأيادي الخافية ما وراء هذه المدينة هذه، وهذه المدينة اللي كيحبها جلالة الملك، وهذا من هذا المنبر كنتوسل جلالة الملك مشكور غير مأمور باش يدير واحد الزيارة لهذا الإقليم الحبيب اللي راه حنا كنحبوه، راه كنحبوه من كيقلق قلبا وقلبا، راه حنا معاه في الدراء والسراء، راه كنموتوا عليه، راه كنحماقوا عليه. وكما كنقولها دائما انا كنصدر انا في الصحه ديالي كنقول الله ينقص من عمري ويزيد في عمر سيدنا اقسم بربي يعزك سي عبد الله علاش؟ الحمد لله كنعيشوا في السلم والسلام والامن والامان وهذا الشيء مذكور في القران وهذا الشيء علاش المغرب مكروه على هذا السلم ديالو وهذا الامان ديالو وهذه الخيرات ديالو والفضل الكبير كيعود جلاله الملك المغفور له الحسن الثاني رحمه الله على الانشاء نتاع السدود اللي الحمد لله الان دابا كنشوفوا المغرب يعني في الاوج العطاء ديالو وانا كنقول لك عندي بصاره الخير ان شاء الله ما وراء كورونا غادي تشوف قفزه نوعيه في المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم لا في الامن ديالو ولا في الصحه ديالو ولا في التعليم ديالو ولا في جميع المسائل ان شاء الله الرحمن الرحيم لان هاد كورونا بكل صدق وبكل اخلاص انا بعدا كنشكرها وكنحييها لانها قلبت لنا الموازين القوى على الراس على بزاف الحوايج وحنا دائما معكم اخويا عبد الله قلبا وقلبا من اجل هذه المدينه من اجل هذه المدينه الحبيبه الفضيله الكريمه الامنه الهادئه اللي هضر فيها محمد الخامس رحمه الله اقسم بالله العلي العظيم هذه البلاد راها بلاد الشرفاء بلاد الاولياء الله الصالحين راه غير الزاويه عندنا فيها 44 ولي اقسم بالله سي عبد الله وتبارك الله عليكم وتحياتي الى القناه
التازي، وانا من المحبين ديالكم واليد في اليد، وحنا باش ندفعوا على الارض ديالنا الحبيبه المغرب بصفه عامه. انا اللي بغيت نوضح لك يا اخي التادلي، اللي بغيت نوضح لك بان هذا الولي خطا ماشي ما خطاش، ولاني هنا كتبان القيمه الوطنيه وقيمه اننا كنتعاونوا بيناتنا، ماشي نتعاونوا بيناتنا غير في الكذوب ونتعاونوا بيناتنا غير في الفيسبوك، وخص انني يشوفني العامد المدينه كنتعاون ولا الباشا ولا هذه ولا هذه الزواق. لا، هذا الوليد خطا. دابا بحال الكره عندنا حنايا، بحال دابا انا عبد الله عندي الكره، وانت تسدلي عندك الكره، ولا اخو محمد ولا اخو كذا ولا اخو كذا عندهم الكره، كيفاش انت غادي تتعامل مع الوضع ديال هذا الوليد؟ ماشي انا شفت واحد الفيديو فيه واحد 10 ثواني غادي نوض ندير فيها جبار، والجبار هو الله سبحانه وتعالى، وغادي نوض ندير فيها انا بطل وحقا، ما تقوليش انا الاوباج ياك سيدي. الى انا عبد الله تازي وكنتعصى برول تازة وساكن في تازة، وانا تا انا مقصود انني من الاوباش، وتا انا مقصود انني نبقرا، انا كنسمح لك في حقي يا اخي، كنسمح له في حقي. علاش؟ لحقاش ما شوف ما كما قلت ما نزيدوش نتقلوا على داك الوليد، داك الوليد راه مريض نفسانيا، ما نزيدوش نتقلوا عليها حنا نقلبوا له على الحبس يا سيدي. واش هذا هو الحل؟ شنو اللي صالح يا اخي التادلي؟ واش نشدوا الوليد ونديوه المستشفى الصحي، ولا نشوفوا له الدواء ويرجع يبني حياته ثاني وجديد مع عنده وليدات عنده با عنده ما عنده، ولا نشدو على حنا كل ما جوج نقولوا الحموشي خصك تدخل، حنا كل ما جوج نقولوا عاش الملك، حنا كل ما جوج نقولوا خص فراه المخزن، حنا لا راه حنا هم حنا لا استاذ الله سمح لي واحد النقطه. لا 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 عاش الملك هذيك فوق فوق ريوسنا، اما بالنسبه اي حاجه نشدو الحموشي او لا، لا حنا ضد ذاك الفكره. دري صغير مريض سواء انت ماشي مريض، انا كابن ابن تازه وعندي الغيره عليها، انا كنسمح له. وما نكذبش عليك، دخل لاباج ديالي انا، دخل فيسبوك ديالي، راني درت واحد المنشور، يعني ذاك المنشور يعني باللباقه يعني وصفيفه شكون هما ولاد تازه، يعني عطيتو شكون هما ولاد تازه وشنو هو الاقليم تازه وفين وصلوا ولاد تازه، يعني وطلبنا الله سبحانه وتعالى يهديه والامور يعني باش نكبروها كما هذا. لا ماشي هو مثلا دار ليسونس حنا نزيدو العافية، لا نطفيوها والله يسمح عليه وصافي. هذا هو اللي كان طلبوا من الاخوان كلهم يدخلوا يعني ويطلبوا له الهدايا ولا الشفاء ولا اللي كان، والولد مسكين كما قلت اذا كان مريض نطلبوا له الله الشفاء، واذا كان مقصود سامحه الله والعواشر هذه يعني الله سبحانه وتعالى وكيسمح لنا. وتبارك الله عليك السي عبد الله، راك عزيز وغالي. انا يا اخي التادلي بحكم انني كنبغي مدينه تازه ما خصنيش نلعب عليها العشره، شنو هي انني نشوف غير شي حاجه واخا صيف راسي خصني نوض نهضر في فيسبوك. لا لا لا، الوطنيه والحب للمدينه انك خصك تكون مصلح تصلح. هاد الوليد دار واحد الخطا، هذا هو اللي كاين في الشعب، هذا هو اللي كاين، ولكن الوطنيه في السوق راه صعيبه في هذا الوقت صاحبي. اه حنا تفاهمنا، انا بكل صدق اذا كنت في وطني راك تعرض للجميع يعني الاساليب للحروب، يعني كاينين واحد الاقليه لا تسمن ولا تغني من جهه، ولكن ما كيهموناش حنا اللي انت كتغي بلادك كتدافع على بلادك، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. واحد اخر يعني كاينين، دابا نعطيك انا مثال، هذا الدرسية هذا السي عبد الله بكل صراحة وبكل صدق، انا راه ما كنقول اللي في قلبي كنقولو. هذه الدرسية هذه انا من خلال كنهضر لك على سلسلة قديمة، يعني يعني شاهدت جمعية واحدة هي ذاك جمعية المبادرة لفاعلين الخير نبي الصلاة، يعني قاموا بواحد الدور جبار ومعهم العنصر النسوي، ومع هذا المنبر كنحييهم وكنطلب الله سبحانه وتعالى الله يوفقهم في الامل ديالهم، والله يجعل سيدي ربي يزيدوا يجتهدوا. يعني في الرجل ترى غياب، واحد الغياب كبير في العمل الجماعوي والمجتمع المدني. يقدر عرفتي علاش؟ نهضر معاك اخاي، ولكن كتجي النناح كتجبرهم عرفتي تبارك الله على النفاس والقلب على القلب ولا اله الا الله، وكيمشي وكيتفهم وكياخذوا المجلس كيعطيهم المناح، ولكن هذه الظرفيه لان الظرفيه كتهم الجميع، كل واحد من الموقع ديالو. راه كنعرف انا والله الى اشخاص ما كيجبروا ما كيديروا كيشريوا الكمامات، كيجيو دايرين وكيجبروا واحد اللي عنده شي كمامه كيعطيوه الكمامات. هذا عمل جمعوي، هذا عمل تطوعي، يعني كل واحد من الموقع ديالو. والله هذا انا كنقولها وشهد بالله، هاد الناس يراجعوا نفوسهم وينوضوا ويتقوا الله ويقولوا راه حنا كنمثلوا واحد الجمعيه، راه كنمثلوا مجتمع مدني نعطيو واحد الصوره للاقليم ديالنا. من العار باش كتهضر على الجمعيه التازه، من العار المغرب التطواني كنسمى هنا كتطلب الله كتخرج غير التعادل. البلاد هكا تطلب التعادل وراها في البريمير سيري. النهضه البركانيه نتمناو لها التوفيق مع هذا المنبر في افريقيا. وجي فريق عريق، فريق اللي
1945 على ما اظن. عيب وعار عيب وعار عيب وعار عيب وعار عيب وعار من العيب ومن العار. فار هاد الناس اهل تازه، فار اهل تازه الامناء، فارهم من العار على هاد الاقليم. شوف انا اقسم بالله في بلد خلت يعني ودرت شهاده حق السيد العامل، خص الناس يمدوا له يديه يتعاونوا معاه، ماشي يديروا له العصا في الروايد. وهذوك اللي كيديروا العصا في الروايد راه ما عندهم ما يصوروا، لان هذاك مؤيد من طرف صاحب الجلاله وكيطبق التعليمات صاحب الجلاله، وحنا جنود وجنادين معاه بالرأي والسراء. وتحياتي وتشكراتي، وسمح لي السي عبد الله طولت عليك. لا 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 وبالنسبه لا خليك معايا، بالنسبه للموضوع ديال الجمعيه الرياضيه ديال التازيه يا اخي هذاك موضوع عويص. كما كنقول هذا ما الجمعيه الرياضيه اصبحت في خبري كان بعدما انه كمن الوالى. وكيف يعقل مدينه كمدينه تازة او اقليم كاقليم تازة اقدم تازة عمرت مع المملكه المغربيه 12 قرن. انا من بدات المملكه المغربيه راه بدات معها تازة، حجرة تازة كانت سميتنا احنا غير حجرة تازة، وعاد بدات تيزي هي غادي تسولينا تازة. كيف يعقل ما عندنا فريق قسم الشرفي؟ ونقولك شنو هو المشكل، مشكل بسيط، راه ما كاينش فرق ما بين تازة والرجاء البيضاوي، وما كاينش فرق ما بين تازة والوداد البيضاوي. شنو الفرق اللي كاين يا اخي؟ هو ان تازة خصك اصحاب رؤوس الاموال اللي يدعموا الفريق، انك عندك الفلوس شد الفريق، ماشي مدرب رئيس. واش انت عمرك ما شفت في الكره الارضيه مدرب رئيس الفريق؟ واش انت كتشوف مدرب عنده 4000 درهم في الشهر سالير ديالو كيخدم وظيفه كذا اكس ايغريك ولا زي ورئيس الفريق؟ اش غتوك وحنا تازه عمرك ما تعين المجلس البلدي ولا اقليمي راه يطلع الفرقه البريمير سيري؟ هذه ما كتطلع حتى الدول الكبرى، راه ما كيطلع حتى الجماعات المحليه ديال كازا راه ما كيطلعوش الراجل القسم الوطني. كون ما يكونش زيات ولا بوطريقه ولا الناصري ولا هادي ولا عندك الشكار شي كوسكو بحال دابا وما نبعدوش. انت كره انت الهوند دابا كيلعب مع السماره الاولى في افريقيا وكيلعب مع الجيش الملكي ديالته، علاش؟ لحقاش جا واحد الانسان عنده الشكاره وجاب لعابه من تونس، لعابه من السماره، لعابه من الرجاء، لعابه من اللعابه اللي يعطيو الاضافه. لا شوف الكره في تازة فوقاش غادي تزيد، نهار اللي غيدخلوا صحاب الفلوس يقبطوا الكره وصحاب الفلوس. كاينه واحد النقطه اخرى سي عبد الله، وهي يسافسوا ذاك لي زونسيان جوور، ذاك الناس الكبار، ذاك لي زونسيان جوور. راه عندنا ناس، راه عندنا طاقات، عندنا حراس مرمى اللي كانوا في المستوى ويعترف بهم، عندنا يعني لاعبين اللي كانوا يعترف بهم في الجيش وفي المحمديه. لان راه كنهضر معك السي عبد الله 55 سنه وابن تازه، وكنت متبع الاحداث تاع الجمعيه الرياضيه التازيه، يعني وقفناها في واحد الفتره كانت عند ديال الفورسي، يعني دخلنا كجنه الانقاذ وجمعنا لها الناس وكذا وكانت ماشيه مزيان، ولكن كاين ايادي خفيه اللي سي عبد الله انا كنهضر بصدقكم. لا لا يا اخي اسمع، ايادي خفيه اللي كتحرس ما كتبغيش الوردات هذه البلاد تنضج. لا ما كاينش، حنا بغينا نوصلوا لهذ الايادي. انا اللي كنهضر معك اقسم بالله انا متقدم للسيد وكيل الملك وجميع السلطات العليا على راسها جلاله الملك، واحد الجمعيه لا داعي للذكر الاسم ديالها، مزوره لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما اليد، من هي اليد الذي احتضن ذاك الميل؟ نعم. الى احنا فاعلين جمعويين وكنبغيو هذه البلاد، خصنا ننطلقوا من ريوسنا ونكونوا ديمقراطيين. هذاك الميل فيه تجبد ونرجعوا الاسوار ونرجعوا، هذا هو الخطا اخويا. انا كنقول لك راه كاينين اجندات كيخدموا اجندات سياسيه، ما نزيدوش نطولوا فيها السي عبد الله، وحنا معاكم اخويا ومع المدينه ديالنا ومع اللي بغى يخدم مرحبا به. مرحبا يا اخي، مرحبا، شكرا. شادلي محمد معروف وطني حر بامتياز وشهاده الجميع والحمد لله. وكيقال الاخر وكنبغيو البلاد ديالنا، عندنا الغير على البلاد ديالنا ولكن اليد قصيره. قبل ما تمشي يا سي تادي جاوبني على سؤال اليوم، شنو الراي ديالك في تمديد الحجر الصحي تاع 10 يونيو؟ وانا شنو غادي نقول لك، انا مع 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 مع, مع يعني تمديد الحجر الصحي، لان السلامه ديال والصحه نتاع المواطن اغلى من اي حاجه. يعني انت كتشوف هذا النهار بنت واحد البؤره في الدار البيضاء، فهمتي؟ نعم. 93 حاله ربها الله اعلم على ما اظن. يعني الانسان يصبر، كيقال الاخر راه وقت الفرج قريب وننتصروا ان شاء الله. ولي كنطلب من الله واحد النقطة نزيدها لكم ضيفة كسي عبد الله، مرحبا. اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى اليوم انتصار على، أنا كنوجه نداء للحكومة
وكنقول لها يعني ذاك النهار بالضبط دير واحد العيد وطني لجميع هذه الفئات اللي راهم مجندين ضد هذا الوباء، يكون واحد العيد وطني يعني اللي نصرخوه للاجيال القادمه يعني ويبقى تاريخ ويعرفوا ان كان واحد الملك اسمه محمد السادس نصره الله، وكان واحد الشعب اللي قاوم هذه الجائحه اللي حالوا فيها دول عظمى. جزاكم الله بخير وبارك الله عليكم وصحياتي، وكنشكر جميع المتتبعين تاع شوف تي في واخواننا الجاليه المغربيه كذلك انحاء بقاع العالم، وتبارك الله عليكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والمزيد من العطاء في هذا الاقليم الجميل. مرحبا يا اخي، خاتمه جميله نشكرك عليها يا اخي، شكرا لك وبقى معنا. راه معايا واحد الصديق راه كيبلغك السلام التام. شكون هو؟ سي نادر من المنصور. دوزولي ها هو خويا، ها هو. الو السلام عليكم. سي نبيل مزيانة يا اخي؟ مزيانة اخويا عبد الله، مزيانة لاباس عليك. راك على المباشر يا اخي، مرحبا بك. هاني مرحبا خويا، ومرحبا بالمتابعين الكرام ديال قناة شوف تي في، وكنشكركم على مجهوداتكم الاعلامية وتبارك الله عليكم. شنو تقولنا على هذا في هذا المجال اخي؟ شنو تقولنا على التمديد الحجر يا اخي؟ وخويا حنا مع اي حاجة كتهم الصالح العام، إلا مددوا حنا معاهم، إلا كان صالحنا أنهم يمددوا مددوا حنا معاهم، كان الصالح شي حاجة مصلحة خاصة عندهم بلاد ما نعرف، المهم ما كنبغيش أنا نهضر في هذه اللغة هذه، راني في منبر إعلامي ناجح وكذا ما بغيناش عاوتاني نحكي في الصورة ديالكم. أنت شنو كيبان لك؟ حنا كنهضروا واش المونتاج، انت اش كيبان لك؟ واش التمديد غادي يخدم القضاء على الوباء، ولا غير تمديد عادي وغيبقى الوباء هكاك؟ واه خويا عبد الله، الا جينا نهضروا على القضاء التام على الوباء هذا من المستحيلات حسب الوضع الراهن اللي كنشوف، ولكن التمديد اذا كان من حد الخطوره وصافي حنا معاه. حد الخطوره، لحقاش رئيس الحكومه السي العثماني قال لك باش ما نضربوش داك الشيء كامل، غادي يمشي لنا في الزيرو. لحقاش قال واحد القوله زوينه في التالي، ما بغيناش الحفله عيد الفطر يتحول من فرح لسرح، يعني ما بغيناش داك الشيء، اننا غادي نكونوا فرحانين بالعيد، وراك عارف راه المغربي غتفتح تقول له راه هذا النهار سالينا كورونا، راه حتى واحد ما غيدخل للدار، كما كانوا كيلعب كما كيقولوا لنا في التواصل الاجتماعي، اما الا فتحوا لنا كورونا ما ندخل الا الضروره. انا ظنيت، انا على مدني كرأي متواضع، بان هذا التمديد هذا راه لصالح المملكه المغربيه للمواطن. اخويا عبد الله، هو التمديد راه صالح الشعب المغربي كامل كبير وصغير، حيت انا جهلا منهم انهم كي هما يعني بدافع الفرح كيقول لك حنا حبسنا شهرين ولا ما شحال المده، الا تلقوا لنا غادي نخرجوا، هذا كيبقى غير تعبير بالفرح وصافي. حنا كنرحبوا بالقرار ديال الحكومه، اي وقرار سمح له وصائب، التمديد راه مزيان صالحنا كاملين اخي عبد الله وصالح الجميع، راه مازال كنشوفوا في الاحداث في الغرب في كازا وفي مدن كبيره اللي مازال فيها معامل خدامه، الناس راه كتصاب بهذه المصيبه هذه، وكيمشي كيبقى في الحجر الصحي مده 15 20، حنا ما بغيناش هذه الحاله هذه، ما نبغيو حتى شي واحد من المغاربه كوت، ما بغيناش خوتنا يتاذوا ويمرضوا، بغينا كل شيء يلتزم بالحجر الصحي اخوتي، وكل شيء يدوز في ديورهم، وان شاء الله يدوز كل شيء بسلام اذا تعاوننا وكنا يد وحده. والسلطات هي راه قايمه بالواجب ديالها من جهتها، والناس المعنيين من جهه المسؤوله تبارك الله عليهم كنحيوهم من هذا المنبر، راه قايمين بالواجب ديالهم. والله هذه الناس اللي ما كتلتزمش، هكا تعرف البارح هضرت على واحد الفئه اللي هضر عليها واحد السيد في السفر، قال لك هادو مبليين كيخرجوا كيبدي بنادم كمي كيبغي بنادم يدير شي حاجه، اخويا خليه يكمي في الدار ولا يطلع للسطح ولا غير يلتزم معنا بالحجر الصحي، راه كامل راه الا واحد تضرر غادي يتضرر مع الحومه ديالو، يتضرروا مع الناس اللي قرابوا عائلتهم الدرجه الاولى، اللهم يهدي هاد الناس ويستمعوا شي شويه للقرارات ديال السلطه ويلتزموا بالحجر الصحي، على ما تدوز هاد الحنه هادي ونخرجوا منها كاملين سالمين ان شاء الله، هادشي اللي كاين. شكرا اخي نبيل، الله يكبر بك اخويا، انت على الله يحفظك اخويا عبد الله، وكنحييك اخويا على يعني راك تبارك الله عليك اعلامي ناجح، وكنتمنى لك مسيره موفقه، وراه يمكن مازال ما تاكدتيش واش عرفتيني ولا لا، المهم انا صديق ديال قديم راه مده ما تلاقينا انا وياك. شرف ليا يا اخي، شرف دابا ان شاء الله الى كتاب نتلاقى ونهضروا. شرف ليا يا اخي، ان شاء الله اخويا عبد الله، الله يحفظك. الله يحفظك يا اخي، تحيه لقناه شوف تي في والناس اللي كيسهروا باش يوصلوا لنا المعلومات، وتبارك الله عليكم راه عندكم مصداقيه وكيبغيوكم المغاربه كاملين، وانا من المتتبعين ديالكم على الدوام، وتبارك الله عليك السي عبد الله، وكنتمنى لك النجاح، وراك ناجح تبارك الله عليك، كنتمنى لك مزيد التوفيق ان شاء الله. شكرا يا اخي الكريم، شكرا خاتمه اعتز بها يا اخي، اشكرك يا اخي الكريم، شكرا يا اخي نبيل. لا يخطيك اخويا عبد الله، وتحياتي تبارك الله عليك، وشكرا للمتتبعين، ونخليو الفرصه للناس اخرين تاهما يشاركوا اللي عندك شي تعقيب ولا تدخل، تبارك الله عليك وتحيه، واش مبروك اخي عبد الله. الله يكبر بك يا اخي نبيل.
متتبعينا الكرام كي سمعتوا هذا واحد التازي اصيل اللي هو السي تادلي محب للمدينه محب لل قضايا المدينه كيبغي الخير لمدينه تازا وكبر في مدينه تازا والصديق ديالو اللي نبيل حتى هو مدينه تازا فيها واحد الحاجه زوينه ان السكنه ديالها كيبغيو لها الخير بزاف وما راضيينش على بزاف د الحوايج في مدينه تازا لكن الطريقه باش يعبروا على عدم الرضا ديال داك المسائل طريقه ما كيعرفوش كيديروا يوصلوها للناس المعنيين او للناس المسؤولين ولا نتمنوا اننا من خلال منبر شوف تي في اننا نكثروا الحملات التوعويه والتحسيسيه واللي عنده شي مشكل يجي يقولوا لنا واللي عنده شي حاجه مضايقه في المدينه يجي يقولها لنا واننا نكونوا حنا منبر او منبر نوصلوا المعلومه للاخر. تحيه لك السي تادلي من منبر شوف تي في والسي نبيل تحيه لك من منبر شوف تي في وغاش نقول لكم هزوا راسكم راكم توازا. سؤال اليوم شنو الراي ديالكم في تمديد حاله الحجر الصحي او حاله الطوارئ لمده حتى ل 10 من يونيو من هذا الشهر متابعينا الكرام. مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينه تازا ومرحبا بكم على قناه شوف تي في متابعينا الكرام. عندنا سؤال اليوم الحجر الصحي شنو الراي ديالكم في التمديد ديال هذا الحجر الصحي متتبعينا الكرام. ننتظر تعليقاتكم وننتظر الاجابه على الاسئله ديالكم وكذا ننتظر اتصالاتكم. مرحبا بكم متتبعينا الكرام. متتبعينا الكرام متتبعي قناة شوف تي في مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينة تازا وهذا اللقاء نشوفوا مجموعة من الرسائل هنا كيجيونا محمد بن مبارك قال لك ما قاله رئيس الحكومة صائب في محله فيه مصلحة لبلاد والعباد ولو كره الحاقدين. ليس بحاقدين يا أخي ولكن الناس كما قلت راهم عيا وبغى يخرجوا والناس راه غادي تفهم. محمد بوجدلي أريد اتصال بك. مرحبا بك يا أخي الرقم الهاتف أسفل العنوان اتصل يا أخي وقت ما شئت. مرحبا بك نحن بالانتظار يا أخي. معاد مدينة تازا كاين الالتزام كبير ولكن المشكل الكبير اخي هو كاين بعض المدن كتخلص ثمن عدم المسؤولية ديال بعض المواطنين وديال اللامبالاة من طرف بعض السلطات والناس المسؤولين لا باقين على هذا الحال. اظن ان التمديد سوف يستمر الى اجل غير مسمى. نتمنوا الخير يا اخي عند الله نتمنوا الخير يا اخي. بالنسبة لسي عياد قميحي تمديد الحجر الصحي جد معقول وما قاله رئيس الحكومة فهو صائب وصحة وسلامة المواطن فوق كل شيء يا أخي. منير الكبير مساءكم سعيد وكل احترام التقدير وأنتم مشكورين على ما تقدمون. الشكر لله يا أخي الشكر لله يا أخي. متتبعي الكرام متابعي قناة شوف تي في مرحبا بكم على هذا البث المباشر يا أخي من مدينة تازا ومرحبا بكم في هذا اللقاء التواصلي من مدينة تازا. لنا رقم هاتف للتواصل 0-41-29-47-37 نهضروا على شنو الرأي ديالكم في الصحي يا إخوتي. تحية بنانية يا أخي بناني عاد شتك اسمح لي من فضلك شكون ضيف يا أخي. يا أخي بناني ليس لنا ضيف ولكن لنا رقم هاتفي للتواصل يمكن لك تتصل بنا يا أخي عبد اللطيف بناني أننا نهضروا شوية في هذا الموضوع يا أخي.
متتبعينا الكرام متتبعي قناة شوف سي في، مرحبا بكم على لنا رقم هاتف للاتصال. الو سمعكم؟ الو السلام عليكم. عبد الله مرحبا يا اخي عبد الله، شفتي في ياك؟ شفتي في راك على المباشر يا اخي، معك محمد بوجلي من اكنول. ايام مرحبا يا اخي محمد، مرحبا، شرف لينا يا اخي. باش عليك كي داير؟ بخير. مرحبا يا اخي، الشرف كبير لينا يا اخي. كرا اكنول عواشر مباركه مسعوده بعد التوازه كاملين، راحنا كنبغيوهم بزاف. نشكرك يا اخي. كرا اكنول، كرا الاجواء في اكنول؟ اجواء اكنول هادئه بحال تازه، راه كيفك الجو اللي كتعيشو في تازه حتى نعيشو في اكنول. يعني اكنول تابع لمدينه تازه، يعني اقليم تازه، يعني راه زيرو حاله، صفر حاله. احنا تابعين لتازة على طول، يعني صفر حالة، غتكون صفر حالة، غتكون صفر حالة. الشرف لك بخير. الحمد لله يا اخي، الحمد لله يا اخي. كي راك مع هاد رمضان؟ انا مستكينة ديال الحي مسيدة تازة العليا. اها ايوا، بغيت غير نهضر شي شوية على داك الفضاء اللي كاين حدا السور الاسماعيلي. مرحبا مرحبا. كاين كاين البرج المولد. لك الكلمة يا اخي، راك على المباشر، لك الكلمة. يا اخي المهم انا كنتمنى المسؤولين يكتفوا بتلك المنطقة الغربية ديال كازا البرج المولد، خصوصا ان عندها واحد الحمولة تاريخية كبيرة ما تخطاش على المتتبع، والمجهودات ديال الصيانة ديال السور والفضاءات العمرانية والحضارية التاريخية راه مستمرة، ولكن غادي للأسف واحد الوتيرة اللي هي خاطئة. كنتمنى من الله تكون في زيارة ملكية مقبلة باش تطرع الوتيرة نتاع الأشغال، وغادي يكون ان شاء الله من المواقع الجديرة جدا استاذة، وغادي تستقطب ان شاء الله عدد كبير من المواطنين المغاربة، خصوصا اللي غادي يجيو يزوروها. هادي هي النداء ديالي. هاد الجهة مالها؟ واش فيها شي مشكل ولا فيها شي حاجة ماشي هي هذيك ولا؟ لا، كان واحد النهار كان نقاش على تهيئة ديال ديك المنطقة، وكان واحد الاقتراح ديال مشروع ديال الرياض الأندلسي، البرج المولد زائد الفضاء اللي بيرويه. أها. وكاين هاد الفكرة هادي ديال إحداث حديقة عمومية، واحد الفضاء ديال النزهة. فكرة جميلة. نوها الفضاء الأندلس. فكرة جميلة. إيوا نعم. وحطيتو المشروع ديالكم ما حطيتوش ولا مازال الفكرة؟ هاد المشروع هذا داز إيطار التصويت، كانت الوكالة الحضارية دارت واحد الاقتراح، وصوتوا عليه السكان وداروا بداو الآراء ديالهم، وكنظن داكشي راه كاين في الأرشيف ديال الجامعة الحضارية. ايوا، خرج ارضيه العمل ولا مازال؟ لا ما بقى داكشي، مازال هو داك الفضاء باقي مهمول، ما دارش له لاميناجمون ديالو. لا اله الا الله محمد رسول الله. كيشي بغا راه جات البرج المغلق، غادي تشوف داك الفضاء وغادي يبان لك الوضع كيفاش داير. انا كنتمنى دير نجي ندير موضوعاتيه. نعم دير مقاربه موضوعاتيه ديال التدخل ديال، وتحب تدوز البرج المولد وتشوف داك الفضاء. ما عرفتوش، انا ما عرفتش فين كيجي هذا البرج المولد، والله ما عرفتش فين كيجي البرج المولد. كيطلع على الوحده. أيه واه 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 توق صغارين. أيه واه البرج المولد كيطلع على الوحده، واحد بنايه قديمه. ايه، حاولت نبحث في هذا الموضوع، هذا راه غادي تلقى ما يسمى الفضاء الاندلس، والشروع راه داز اطار التصويت، وحتى كنظن يعني ارضيه الواقع مازال ما شفتو حتى حاجه. باقي خصو يتنفذ وصافي. هو فضاء جميل، غادي يكون في البرج المولد في الجهه الغربيه، ويكون الامتداد حتى لباب الريح. فكره جميله. اوكي انا راني ديك الجمعه لباب الريح، البرج المولد يخرج من سيلا ويدوز على بلطيطي ويخرج في العماله واحرش، يعني غادي يكون واحد المسار اللي هو سياحي
غادي يكون رائع جدا الا كتمل ان شاء الله. انا سميتو انا واحد ناديت واحد الزياره الجهه كاع داك السوق وسميتو ما وبان ليا امور تما غريبه، مازال النفايات وبزاف الحوايج ماشي هو ماشي هما هذوك. هذاك الشيء اللي قلت لك، هذا الملف هذا سياحي وحضاري وثقافي، فهمتي؟ عنده واحد الحموله كبيره، وكنظن الا تعتزت بتلك المنطقه غادي تولي تاز عندها واحد الحله كبيره، غادي تولي المدينه العتيقه في الوسط، وهذاك المدار السياحي من باب الجمعه حتى لباب الريح وحتى لبرج المول، ولا يخرج في السيله ويخرج حتى للعماله ويدور، غادي يولي واحد التركوي اللي غيكون جميل ويقدر تسير بزاف ديال الافكار وديال الابداعات يخص الصناعه التقليديه والى غير ذلك. نتمنى الخير يا صديقي، وانا غادي نشوف نبحث في هذا الموضوع، ما يكون انا اي حاجه كتهم مدينه تازه واي حاجه كتهم هي الاشغال راه بانت لي بدات من جهه الدرك الملكي. اها يمكن الروبوان الدرك الملكي من ثم بداو الطلعه ديال العماله. اها ولكن ما كملوش، اما ماشي ما كنظنوش، يمكن غير هذا جائحه كورونا راها وقفت شويه الاعمال، لحقاش دابا حتى جائحه كورونا راه واحد التاثير كبير على المملكه المغربيه كامله، ماشي على اعمال معلقه. نعم، والمهم هذا هو الراي ديالي وهذه هي الفكره اللي بغيت نشرها. التجاره عزيزه علينا بزاف والناس ديالها عزازين. حسبي الله، وراني توحشت الجامع الكبير. حسبي الله، واش غنقول لك، افتقدنا ليله القدر ديال الجامع الكبير، وهذا الشيء اللي عطى الله، ونتمنوا سيدي ربي يبعد عنا هذا الوباء. هذا ما يخص التمديد، انا مع التمديد. نعم، تحيه لرجال الامن، راني تفرج فيك اليوم. بالنسبه لرجال الامن يا اخي، كانت خرجه كانت بحكم قناه شوف تي في، عندها ترخيص التصوير، ترخيص التصوير على بالراس، ترخيص ياك عارف بين شوف تي في. الملاحظه ما كتعطيش الكلمه لرجال الامن باش يعبروا. ما عنديش الحق نعطي كلمه، لحقاش راه في عمل وظيفي، عندي الحق ندير غير التغطيه. عاوتاني الا بغيت نعطي الكلمه كيخصني نطلب ترخيص من الامن الاقليمي ومن رئيس الامن. احنا شنو بغينا نديرو؟ بغينا بحال نخرجوا على غفله ونديروا تغطيه، لقينا الامور الحمد لله. مثلا الا استضفتي شي واحد عندك تما ويستحلنا به، لا بالنسبه لا لا بالنسبه للناس المواطنين، راه لقينا جوج تدخلات ولا ثلاثه، الناس هضروا لنا على الحجر الصحي. وبالنسبه لرجل الامن لابس اللبسه ديال الامن وما طلبناش الاذن، كتجي شويه عاوتاني بالنسبه لقناه شوف تي في ما كتبغيش تخدم خدمه عشوائيه يعني. نعم. واخا نقدروا نطلبوا التصريح من رجل الامن، ما يردناش في وجهنا، ولكن كنبغيو نخدموا خدمه احترافيه. النهار اللي غادي يبغي نديروا تدخلات وبتصريحات رجال الامن، ما غاديش يردوا لنا في وجهنا. وتحيه لرجال الامن اللي هاد النهار شفناهم في داك الشمس وداك الحراره، وزعما اش غادي نقول لك. كورونا بينت لنا شكون اللي كيخدم وشكون اللي ما كيخدمش. زعما انا كورونا واحد التحيه خالصه لرجال الامن الوطني سي عبد اللطيف الحموشي بطبيعه الحال، ونقول لكم الله يعاونكم جميعا. اشكرك يا اخي، اشكرك 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 يا اخي، خاتمه جميله، انت ايضا نشكرك عليها. شكرا وراك معنا في التواصل، فوقاش ما عجبك شي تدخل قناه شوف تي في راه ما تحيدكش الخط، مرحبا بك في اي تدخل، مرحبا بك يا اخي. سيدي يدكم مباركه وسعوده. شكرا يا اخي، شكرا يا اخي، شكرا شكرا شكرا. الله يعاونك. شكرا يا اخي، تحيه يا اخي. متتبعينا الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، كما شفتوا تدخل احد المواطنين من مدينة تازة اللي الحمد لله طلع على مجموعة من الامور كتخص مدينة تازة. نشكركم على هذا البث المباشر من مدينة تازة وهذا اللقاء التواصلي، نشكركم عليه ونشكركم.
متابعي الكرام، مرحبا بكم على هذا البث المباشر لنا. سؤال: شنو الرأي ديالكم في تمديد الحجر الصحي؟ ثم مع تمديد الحجر الصحي أو كونتخ تمديد الحجر الصحي؟ سؤال اليوم لنار رئيس الحكومة سي العثماني، اللي قال بأن تمديد الحجر الصحي، وختمها بواحد العبارة اللي أثرت في المغاربة وأثرت فيها أنا شخصيا. ما نبغيوش عيد الفطر يتحولنا من فرح لصراح، ما نبغيوش انني هذا النهار غندوز عيد الفطر، هذا اول عيد، ثاني عيد، نهار ثالث عيد، نولي انني كنشكي من اعراض كورونا. ما عارفينش، تقدر تكون تقدر يكون مخالطات، تقدر يكونوا بزاف ديال الامور. نتمنوا ان بعد الحجر الصحي، بعد جائحة كورونا، متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينة سازة، ومرحبا بكم على هذا اللقاء المباشر. بغينا نعرفوا شنو الرأي ديالكم في هذا الحجر الصحي، وشنو بغينا نعرفوا شنو الرأي ديالكم في هذه جائحة كورونا، ولا واش نتوما مع تمديد الحجر الصحي. اخي ايوب كيقول لك ما خدامش هذا الشيء، راه الانسان ملاقي ما ياكل، وخاصو يخرج. يا اخي، بالنسبه لتمديد الحجر الصحي، هو لصالح المملكه المغربيه وللمواطن المغربي. يا اخي، ننتظر سي فتاح الكافي يتصل بنا. سي فتاح الكافي انسان تازي يقطن بطنجه، وانسان جمعوي، انسان رياضي، انسان له ما يقول. سي فتاح نعينك صبت الاتصال، مرحبا بك يا اخي فتاح الكاف، مرحبا بك يا اخي. اشكرك يا اخي، اشكرك. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر على قناة تي في، وهذا اللقاء التواصلي مع مواطنين وافراد الجالية ومتابعي قناة شوف تي في ومتابعي الصفحة. مرحبا بكم على هذا اللقاء المباشر متابعينا الكرام. لقاء الو، 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 السلام عليكم. السلام عليكم. معي شفتي؟ شفتي في يا اخي، راك على المباشر، مرحبا. السلام عليكم اخي. السلام يا اخي، كيدايرين؟ الحمد لله.
معاك الاسم ديال مصطفى داكور، ومعاك من مدينة لندن من بريطانيا. تحية يا أخي مصطفى من لندن، شرف لي كبير لنا سعيد عينا يا أخي مصطفى. كيف دير أنا خير لبس عليكم؟ الحمد لله سي مصطفى، كيرا الأجواء في لندن؟ كيرا الأجواء عندكم تما؟ واخويا راه شغنقول لك، الاجواء راه شويه ولات تتحل شويه الحمد لله. داكور داكور، واخا راه عندنا مشاكل كبيره، مشاكل شويه كبيره عندنا حنا دابا، حنا راه وصلت عندنا المصايب اللي راه 250,000 دابا اللي وصلت لنا فيهم، و راه شي 35,000 اللي ماتوا رحمهم، ولكن الحمد لله راه بدا شويه دابا تيحلوا، بداو شويه تقدوا الحركه. خويا مصطفى شنو يمكن لك تقولنا بحال دابا على الارقام ديال المغرب مع الارقام ديال كاع نديرو بريطانيا؟ ناخذ غير عدد الوفيات ديال المغرب، بحال دابا اقل من 200 حاله في المغرب، بريطانيا نقولوا كاع بريطانيا 1000 حاله كاع، ويرى المئات والمئات والمئات، شنو بالنسبه لهذه المقارنه شنو يمكننا نقولوا على المملكه المغربيه؟ مع مصطفى اخي مصطفى مع العلم ان كورونا راه كورونا وحده، ماشي كورونا الانجليزيه كورونا المغرب، ولا كورونا الانجليزيه كورونا الصبليون، ولا راه كورونا لا 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 وباء قاتل. كورونا وحده اخويا، هي راه ما فيهاش اللعب، كورونا وحده. نعم يا اخي مصطفى. اش غنقول لك؟ اولا بعد المغرب ديالنا دار شي دار حاجه مزيانه بزاف بزاف بزاف. نعم، وهي بعدا اول حاجه دار وهي سد وقاد الحاله وقاد غامر. وبالنسبه بالنسبه في الحقيقه راه غادي مزيان، ولكن خصهم يبقاو غادي مزيانين. في المشكل دابا فين خصهم يبقاو غادي؟ دابا انت عشتي الاحداث عبر لي ميديا والتلفاز، دابا فين كتلقى المشكل في المملكه المغربيه؟ واش مشكل في الداخليه، ولا مشكل في السلطه، ولا في المواطن؟ فين كيبان لك المشكل دابا انت بحكم انك خارج المملكه المغربيه؟ المشكل الكبير وهو في المواطن يا اخي، المواطن خصو يدخل لدارو، يجلس في دارو. انا فاهم كاين الناس مساكن الله يكون في العون ما عندهمش هذه فلوس، ولكن اخي اش غنقول لك؟ هانت خرجتي وها وقع لك مشكل، وانت انت اش غادي دير بداك الشيء؟ يلا خصهم بحق الله يديروا عقلهم ويدخلوا لدارهم. وانا تنشوف بزاف تشوف الاسواق ديالكم، السويقات ديالكم كارثه يا اخي. كان عندكم تجمع بزاف، والناس ما بغاش يديروا عقلهم، ما بغاش يفهموا، ما فهمتش واش تيجيب لهم الله زعما. هادشي راه غير لعب ولا ضحك؟ هادشي راه ماشي لعب، هادشي ماشي ضحك، هادشي راه سيريوس. هادشي راه خصهم يدخلوها العقل ديالهم يا اخي، هادشي اللي باغي نقول. وتنتمنى زعما يديروا عقلهم ويدخلوا لديورهم وشوفوا اش غادي يديروا، وهادشي تنتمنى. اما بالنسبه للسلطات وداكشي الاخر راه دايرين اليوم، على ملي تنشوف انا مجهود مضاعف، ما نضيعو حتى واحد حقه. داير بالنسبه للسلطات، بالنسبه للسلطات وبالنسبه لجائحه كورونا يا اخي مصطفى، ما نضيعو حتى واحد حقه، راه مجهود مضاعف. اما الواحد يا اخي مصطفى داير اكثر من اللازم ديالو. نعاينو الخط انقطع ديال السي مصطفى، كما شفتو السي مصطفى من انجلترا اتصل بينا، قال لك المملكة المغربية وبحكم انه اللي كيشوف عبر القنوات الميديا وعبر انه بعيد علينا بالاف كيلومترات، ان نتواصلوا باذن الله. شكرا بك يا اخي، بالناس ديال الانجليز وبريطانيا يا اخي شكرا لك. بالنسبه للسي مصطفى كما قال لكم من بريطانيا، المشكل او الاشكال كيف الناس اللي ما ملتزمينش بالحجر الصحي، الناس اللي ما ملتزمينش بالحجر الصحي هو اللي فيهم الاشكال او المشكل. نتمنى الخير من عند الله. متابعينا الكرام، الكونيكسيون كتمشي لنا جميله من مدينه تازه، من لاصوفال، من
من بيت غلام لا صوفال مدينة تازة حدا كلينيك بن طالب بالضبط. مساء النور. صراحة حنا متفقين مع تمديد الحجر الصحي الحالة يمكن كيتزادو ما فيها باس. نزيدو نصبرو شوية. بالنسبة للرقم الهاتف يا أخي فتاح مرحبا يا أخي فتاح، بالنسبة للرقم الهاتف يا أخي فتاح 06، رقم الهاتف 046 41 49 37. هذا هو رقم الهاتف يا أخي فتاح. مرحبا. في هذا الشهر الكريم يشافي الجميع. شكرا لك جميلة، والله يشافي الجميع، ونتمنى رمضان مبارك سعيد، ونتمنى الحجر الصحي يكون بالفائدة على المواطن المغربي. كما قاسم مصطفى من بريطانيا، مرحبا، راني صيفط له رقم الهاتف يا أخي 046 41. أنا غادي نربط الخدابة، نربطه بالمباشر. الو سيدة على المواطن المغربي، كيف قد تفضل من بريطانيا؟ الو، واخيرا سي فتاح القاف. مرحبا، راني سي فتاح مرحبا سي عبد الله. مرحبا يا اخي سي، هذا متتبع قناة شوف تي في، معكم سي فتاح القاف، تازي اصيل محب لمدينة تازة، له تاريخ كبير، كيعرف بزاف د الحوايج على مدينة تازة، مقيم بمدينة طنجة، محب لجميع الرياضات. ومرحبا بك يا أخي فتاح، ولاعب جيد للكرة الحديدية، نتمنى ما كنتش شي حاجة. جزاك الله ورعاك خويا عبد الله، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. كنشكر سي عبد الله باللغوطة الإعلامي التازي القح، وكنشكر هذا المنبر قناة شوف تي في اللي فتحت لنا الفرصة باش ندخلوا في هذا البرنامج الشيق. مرحبا يا أخي. مرحبا مرحبا يا حا. بالنسبة للسي عبد الله، الموضوع الحلقة واش عندكم مفتوح ولا لا؟ شوف، عندنا موضوع مفتوح وفي التالي غتجاوبنا على سؤال الحلقة. انا نفضل ندخل وانا معك السي عبد الله. كلمة سؤال بجواب، مرحبا، عرفوا العين. بغينا نعرفوا اول، مدينة طنجة شنو قصتها مع كورونا؟ مع العلم ان مدينه طنجه مدينه كبيره عريقه، لها حضاره، لها تاريخ. سمعنا مؤخرا وسمعنا في هذا الحجر الصحي بان طنجه من المدن اللي وقع لها انفلات، وتلفت لها الخريطه ديال الحجر الصحي. خويا عبد الله، بالنسبه لطنجه بعد الفترات تهموها بانها بؤره كورونا، وهذا في شويه كان كنلوم المواطن وخصوصا الاحياء الشعبيه. انا بحكمي كنخدم من مندوب تجاري، كندور جميع النواحي في احياء في طنجه، الاحياء الشعبيه ما فيهاش كاع العلامات ديال 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 كورونا. بالنسبه كنطلب من الاحياء الشعبيه يلتزموا بالحجر الصحي، حنا كنقدروا الظروف نتاعهم، الله يحسن الاحوال، الاحياء فقيره والمواطن ما كيخرج من داره الا لظروف اللي كيجيب لقمه العيش. راه الفقر اشد من كورونا. كنطلبوا منهم صبروا معنا هاد الشهرين، الحكومه مدت 20 يوم، كنتمنى يجي تصبر معنا هاد 20 يوم، والله سبحانه وتعالى غادي يشوف من حالنا. انا قلت كنقدر الظروف، وكنعرف الناس اللي راه ما كيلقاوش، راه الخبز ديالها ما كيلقاوهاش، الله يحسن العوان. وهذا نداء في هذا البرنامج هذا، القلوب الناس اللي كيديروا الخير يزيدوا ما يطيحوش يديهم، يزيدوا يعاونوا الناس. راه كاين الناس ساكن، راه كاين عندو سبعه كيتبعد للداري وكينادو في الداري، الله يحسن لهم العوان اخويا عبد الله. وهادو الناس يا اخي فتح، هادو الناس اللي كيتصلوا بنا مره كيقول لك احنا صيفطنا 12 لهذا الصندوق الكوفيد وما كيجاوبوناش، ولا مع العلم اننا كنهبطوا للمدينه كنلقاو الناس كلشي كيتخلص، وكاين اللي ما كيتخلصش، ما تعرفش المشكل فين بالضبط. كرأي شخصي ديالك، كرأي شخصي اخويا عبد الله، قلت لك بحكم الخدمه نتاعي كندور عندي الشمال كامل تقريبا، راه في الصباح كنت شوف الحاله تاع الناس اللي واقفين حدا
الشبابيك الاوتوماتيكيه ديال جميع البنوك المغربيه. راه الله يكون لهم في العون، راه كاين الناس اللي كافوا تيكتبوا سميتهم. وهذه المناسبه كنوجه النداء للناس اللي قارين يعاونوا هذوك الناس اللي ما كيعرفوش مساكن، لان كاين الجيش اوتوماتيك راه كاين عمليات بدون بطاقه، لازم يعاونوا لوجه الله. راه الناس كيوقفوا حتى الكيشي مع سميدي، شرط مع الناس من الساعه الصباح، راه الناس مع الفجر كيخرجوا من ديورهم، كيمشيو للشبابيك الاوتوماتيكيه لعل وعسي يفوزوا داك 800 درهم ولا 1000 درهم ولا 1200 درهم، وكيرجعوا العشيه عند والديهم ولادهم خاويين الوفاض. ما تيروا فلوس ما والو، ما عندو كود ما والو، ليش تصف مع الناس ما عرف والو. نتمنى راه عارف بان الاذاعات خاصه والاذاعات والقنوات عطاو نداءات باش الناس يعرفوا يوريو كيفاش يديروا الفلوس والكيشي اوتوماتيك، ولكن كاين الناس ما عندنا ما نديروا ساكن، العقل ديالهم محدود. كنتمنى يعاونوه لوجه الله، ما تخسر عليه والو، يعطيك تليفونه فيه الكود يدخل له الكود ويسير له الفلوس. انا حكم الظروف نتاعي الخدمه ما يمكنليش نحبس، ولكن كاين الناس اللي عطاهم ربي قارين ويعاونوا الناس في الكيشي اوتوماتيك، يعطيهم ديك البركه ديال الفلوس يشدوا بها الرمق لولادهم مع الشهر المبارك كتعرف كيبغي المصروف زايد. كنطلب الله يسمع من هذا النداء هذا سي عبد الله. انتما وبالنسبه انت بحكم انك تازي وبحكم انك تبغي تازه ظروف العمل، عرفنا غير العمل اللي بعدك على تازه، شنو كتسمع على تازه وانت بعيد عليها؟ واش كاين شي التزام ولا ما كاينش التزام؟ وبدون لي لغاتي خشب وما تزيدش معنا حنا توازه. انا خويا عبد الله تازي والوالدين ديالي في تازه والعائله ديالي في تازه والاصدقاء ديالي في تازه، ومنين سمعت 50 يوم تازه بصفر حاله لقد اتجت صدري، وكنتمنى من المدن الاخرى تحدوا حدا مدينه تازه. وفي هذه المناسبه كنحيي المدن اللي مازال لحد الان صفر حاله. كما كنضرك الشيخ واحد بوستيت واحد التصويره في فيسبوك، كنت التقيت بالعميد ديال مدينه شفشاون، قلت له راه الناس كيلوهوك على المجهودات اللي راك كدير. انا شفت الطريقه ديال شفشاون، ناس متفهمين رغم مدينه صغيره، ولكن انا مشيت لها كنمشي لها كل خميس، الناس متفهمين وعندهم واحد الطريقه زوينه في شفشاون. راه ما يمكنكش انت في الحي وتمشي تسوق حي اخر، راه عندهم كل حي مسدين بالبارير، وعند شوف بهذه المناسبه كنشكر رجال الامن والقوات المساعده اللي كيقوموا بالدور ديالهم على احسن وجه. الشكر كان في المغرب حدث حدو مدن كشفشاون وكافران وكبني ملال، وكان احنا كاملين قراء الحجر الصحي الثلاث في المغرب كامل. دابا حنايا داك المثل اللي كتطبق ديال حسين وحده خمزه الشواري. نعم نعم. كاين ثمانيه المدن المغربيه وخصوصا المدن الكبرى اللي كتعرف تجمعات كثيره ديال السكان، وهي بؤر لهذا الوباء اللعين اللي كنتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا المرض في هذه العشر الاواخر. ونتمنى غدير القدر كل المسلمين يعليوا اكل في الضراعه باش ان شاء الله ربي يهز علينا هذا الوباء ان شاء الله، والناس يتزوا الحجر الصحي. انا قلت لك انا بالعكس انا كنت مدافع على الناس اللي كيقول لك جلسوا في ديوركم تفق معهم، ولكن كاين الناس كيف يعقل السيد ما لقى ما ياكل كتقول له جلس في دارك، راه كيخرج مسكين لعل وعسى يلتقي شي صديق ديالو ولا شي محسن من المحسنين اللي يعطيه شي بركه اللي يشد بها الرمق لولادو. والحمد لله هذه النقطه هذه حكم كتبع اخبار ديال مدينه تازه، كاين اصدقاء انت على في الكره الحديديه ولا في الرياضات الاخرى كيتضامن بعضياتهم، اللي عطاه ربي مناش راه كيعاون واحد اخر، لان هذا التضامن في هذا الوقت احتاجيناه، لان هذا المرض اللعين راه الحمد لله ما كيجيناش كل سنه ولا كل شهر ولا، جانا هذه السنوات ما جانا تخنضر في 18 والدي الى عام الجوع، الان عاد كنشوفوا اول وباء. كنتمناو من الناس يضموا بعضياتهم، الناس فيها مع راه قسم مع بيض ربي كيسقى لك، كيقول واحد الحديث ما قل مال من صدقه. الناس ما خصوش يشوف بان عنده في جيبه 100 درهم وغادي يعطي 20 درهم ويقول بقات لي 80 درهم، بالعكس ربي غادي يزكيها لك، كيقول لك ما قل مال من صدقه، الحسنه بعشرة امثالها. اقسم بالله العلي العظيم كنهضر معكم بالتجربه، تعطي 20 درهم كتبقى راسك 200 درهم جاتك بلا ما تحس، هذه قدره الهيه لازم غير يجربها، غير يجربها ويشوف. ربي كيصيد الخير من حيث لا تحتسب، انت غير فكر. وفي هذه المناسبه بما ان المطاعم مسدوده وداك الشيء نفكروا شويه الحيوانات، راه القطط والكلاب راه ما قاموا ياكلوا. اقسم بالله شريت زوج ديال الباكيات ديال الكاشير 3 درهم الحبه، جوج ب 6 درهم، وعطيتهم واحد الكلب مسكين عليه كيعلي يدو باش كيشوف التضامن مع الحيوان ومع الانسان. راه الحيوانات السكر كتشوفهم كيدوروا في الزنقه راه قاضي ياكلوا، كانوا شحال ديال المعاشين مع المطاعم اللي كانت مفتوحه، اما دابا مساكن راه كلشي مسدود، راه بلاصتهم كتلقى خطوط مساكن، راه القط ولا كياكل شي حاجه اللي ماشي ضروري كياكلها، راه تعطيه خرز كياكل خرز كياكل الطون ب
7 دراهم خلطوا له مع الخبز عطيه له وشو عطيه القطوط وشو شو يديروا. الكلاب كذلك الكاسيه الحمد لله كانت 100 درهم 10 درهم ذكيه يشريها ويقطعها له ويعطيها له. راه ربي كيجازي ما تعرف ما تعرف خير فين عايش يا سي عبد الله. يا اخي كلامك جميل باعتبارك يا اخي حديديه وكنعرفوك بانك من محبو كره الحديد. كيفاش نتوما كعناصر كره حديديه في مدينه طنجه كتواصلوا بيناتكم؟ اخ شنو نقول لك انا في هذه المناسبه بما انني سمعت الصدى ديال الاصدقاء ديالي استاذ في الرياضات الكره الحديديه تحكيم وبحكم انا نائب الكاتب العام ديال نادي طنجه الكره الحديديه. بهذه المناسبة كنشكر رئيس النادي وأعضاء المكتب المسير وكل المنخرطين. أقسم لك بالله أخويا عبد الله حتى دابا ما عمري شفتو. الناس كنمشي عند الناس تبارك الله عطاهم ربي الخير كنجلس معاهم كنقول لهم ندير اللائحة تاع الناس اللي راهم كنعرفوهم ما عندهم منين يدخل عليهم الخير. وبهذه المناسبة المكتب المسير كيعطي مساعدات من نادي طنجة الكرة الحديدية وكاين مساعدات عينية شخصية. هذه الناس سهل عليهم الله عطاهم ربي الناس. أقسم بالله أنا بيدي ما كنذكرش الأسماء أنا غير كنقول أنا بيدي كيعيط لي الرئيس ولا النائب الرئيس ولا أمين المال ولا كيقول لي راه بغينا تدي فلان كذا وكذا كنمشي كنهز الأمانة وكنديها لهم معاونة يا مادية يا قصص يا هذه ما نكذبش عليك زعما واحد التضامن ما نقولكش زعما هنايا الحمد لله ما نسينا حتى واحد وإلا كان شي واحد يكذبني أنا موجود. انا بالعكس كيصونوا عليك يقولوا لي شكون فلان تفكر فيه اللي متفكروا كندير له الامانه نتاعو واللي نسيتو كيفكروني بها اصدقاء. حنا هذه شهرين شهرين اللي بدا الحظر الصحي كاع ما تجمعنا في النادي لان الداخليه غلقت كاع النوادي وهذا قرار صائب ولاني كاين هواتف بعضياتنا وكنمشي عند الناس للخدمه وانا غادي مره كنبوستي شي تصويره مع شي واحد من النادي لانني راه زرتو وقمت واجب اللي كلفني به. انا هذا غير اظن مع الله سبحانه وتعالى وهاد النقطة هادي سي عبد الله أنا بيدي كنديرها لوجه الله وربي فأنا ما نساليش. أنا خدمتي ما وقفتش الحمد لله مازال خدام في الدومين ديالي شبه صيدلي كندير مدير تجاري. نعم. الحمد لله الخير ما يخطاناش كنشكر الله ونشكروه. وكي قلت لك أنا كنعاون داكشي اللي قديت عليه ما قديتش عليه عندهم اللي عندهم من الناس وما كيعطوني باش كنمشي نعاون الناس أخرين. لا اله الا الله. وبالنسبه يا اخي فتاح بالنسبه لسؤال الحلقه شنو 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 الراي ديالك بحكم اننا تابعنا مجلس النواب وسي رئيس الحكومه سي العثماني قدم واحد الخطاب وقلنا فيه باننا غادي نمددوا حاله الحجر الصحي حتى 10 نوفمبر ولا نختمها بواحد المقوله زوينه ما بغيناش عيد الفطر يتحول من فرح لترح. يعني شنو الراي ديالك انت في تمديد الحجر الصحي؟ شوف لا اخفي عليك اخي عبد الله انا كنت من الناس انا قلتها قبل اصدقاء تاعي والعائله قلت لهم الا كان نهار الشرعي ترفع الحجر الصحي انا اول واحد غادي نزور مدينه تازه. عندي الاب ديالي عنده 84 سنه وتوحشنا مسكين هذه شهر 12 ما شفتو بغينا نصلوا معاه الرحيم في هذه العواشر هذه ولاني هذا قرار في صالح في المواطن. راه كاين دول اخرى اللي رفعت الحجر الصحي وندمت ولات بؤر وندمت على الفتحات. وبما ان راك تعرف حنا المغاربه عزيز علينا التعلق وكنبغيو نساعدوا بعضياتنا راه ما يمكنش تمشي لمدينتك ولا تمشي عند عائلتك ما تعلقش وتسلم عليهم. ما عرفناش شكون فين غيكون الله يستر حامل لك هذا الفيروس وغادي يصدقوا عاوتاني طليل. راك شتي الحاله ديال تازه شكون يخرج عليها هو ذاك الجنازه ديال ودا مليل. نعم سيد دار جنازه وعرف الناس ديال الجو اللي تيعزيو بداو كيتعلقوا تصدقنا شحال من حاله اللي علت المعدل ديال الاصابات في كوفيد. كنظن كما كانت الحالات هذوك ديال ديك الجنازه ولا ديال الحالات الناس اللي جاو حنا كنعرفوا سوا تبارك الله جا ليا مقيمه في ايطاليا وفرنسا مرحبا بهم جاو المغرب بلادهم مرحبا بهم ولاني جاو بلا ما يديروا التيست. نورمالمون القانون كيقول اي واحد دخل البلاد ما فيهاش الوباء خصو يجلس في الحجر الصحي 14 يوم حتى 15 يوم بحال ديك الحالات تاع ديك الطلبه المغاربه اللي كانوا في ووهان في الصين. راه شتي الملك نصره الله جاب 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 عطاهم طائره خاصه جابت 100 طالب راك شتيهم ما تلاقاوش كاع عائلتهم من المطار مشاو للمستشفى بني سعيد في مكناس راه جاتو 15 يوم والحمد لله 100 بهم ما كان حتى حاله. وكنا طبقنا هذه القضيه تاع والحجر الصحي يطبق على هو كما هو عليك وراه حنا صفر حاله ولكن كان بعض الناس سمحهم الله راسه القاصح هما اللي خرجوا على انا قلت لك حجر وحده خمسه سواري. بالنسبه لرئيس الحكومه
عطى 20 زاد 20 يوم. انا كنشوف هذا الحمد لله نقص 10 اشهر، لان الاول من عند الورط كانوا كيقولوا بانه شهر وزادوا مدوا لنا شهر وزادوا مدوا لنا شهر، وحتى حتى الاحصائيات كانت كتقول باننا غادي نبقاو حتى 30/6 الى شفتي حتى البنوك اجلوا قطاعات ما بعد 30/6. وبالنسبه للناس اللي الاعانات ديال لاسيميتيس وديال الراميد وديال الناس اللي ما عندهم لاسيميتيس ولا راميد، قالوا لهم غادي تعاون لكم الدوله حتى 30/6. نعم، بما ان احنا كنا سامعين حتى 30/6 ودابا رجعت حتى 10/6، هذا رب ضره نافعه، عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. تقدر هاد 20 يوم فيها خير فينا. كنظن هاد الوباء اللعين راه في العد العكسي. وبالنسبه لهاد المواطنين اللي عيقصها راسو، راه تقدر الدول، انا كنشوف هذه واحد، كنشوف بان الرد الداخليه تقدر تطبق واحد القرار، تقدر ما تحيدش الحاجه الصحيه على المغرب كامل، تقدر تحيدوا المدن اللي ملتزمه. نعم، وهذا ما بغيناش. نعطيك المثال دابا، يكونوا هنا في طنجه نسمعوا حتى هذا كيخرجوا، وحنا في طنجه ما كنخرجوش، هذه حرقنا قلبنا. نقولوا هاد الناس التزموا بالقرارات الداخليه والتزموا بالصحه الصحي، هما تهناهم هاد القضيه مولا كيخرجوا. وهذا ما اتمناه، لان انا قلت لك كاين بعض الاخبار كتقول الى نقصت الحالات ديال كوفيد في المغرب كامل غادي ترفع الحصه الصحيه في المغرب كامل. وريني الى بقى في بعض، كنسمعوا كل نهار 100 حاله في المدينه الفلانيه، 100 حاله في المدينه الفلانيه، فهاد الحاله هذه انا قلت القرارات الداخليه غادي يكون تقدر تسمي المدن المغرب اللي عندها نشيطه في الكوفيد غادي يبقاو في الحجر الصحي، والمدن اللي ملتزمه بالحجر الصحي ملتزمه ما يمكنش هاد القضيه، ما يمكنش انا استاذه ما عندي حاله وتبقى شاده عليا. هنا تطبق الحاله الداخليه، تطبق القانون، المدن اللي ملتزمه غاتخرج، واللي ملتزمه غتبقى في ديرها، يخرجوا غير الناس اللي عندهم رخصه استثنائيه. نعم يا اخي، نعم يا اخي، نعطيك يا اخي افتح بحكم انك محب للمدينه تازا، نعطيك شي 5 ديال الاسئله وتجاوب، شي 5 ديال الكلمات تجاوبني بكلمه يا اخي. مرحبا، باش نبدا لك بتازا. نعم تازا، مدينه القلب والعقل لدرجه انها لا تفارقني كل نهار. دروج باب الجمعه يا اخي. بحكم كنمشي بالسياره، كنهز معايا الوالد سعيد كبير في السن، كنطلع ديما في الطوموبيله، كنتمناها سي عبد الله ملي نجي ان شاء الله بعد الحجر الصحي نطلعوا نهبطوا الطريق جوج بينا. لا انا غير نهبط معاك، طلع بوحدك يا اخي، نهبط غير معاك. لحظه غير سي عبد الله. الامل بمدينه تازه، مع العلم ان لك اصدقاء ديال الامل بمدينه تازه. الامن سي عبد الله، انا اعتز بمدينتي لانها مدينه الامن والامان، ولولا الامن لما كان الامن. شادي نقول لك عامل المدينه، شنو كتسمع عليه انت بالرمز هذا؟ سي مصطفى المعزه، كنتبع المسار تاعو ملي كان مازال سيدي سليمان ولا بن سليمان، ما نقدرش نقول لك. المهم انا كنتبع الاصدقاء الصحفيين ديال تازه وكنشوف شنو كيعملوا عليه. هذاك السيد انسان خدوم، وشنو نقول لك، كتحس به تازي، ما كتحس به بانه ماشي ولد تازه، وكنحس به دخل قلب كل تازي، وانا لا ارمي ورده عليه. انا كنقول الصراحه، واحد الانسان اللي يجي يجلس مع النادي مع جمعيه التاسع مع النادي البلدي تاع الكره الحديديه، جا زارهم وجلس معاهم، واحد الانسان متواضع، واحد الانسان كيحس بالمواطن. وانا انا انا خرجت معاه في حملات اعلاميه ومشيت معاه واحد المره حتى التاسع هكا اكنو الاجدير، وعنده واحد كلمه جميله ما ننساهاش، ما غاش ننساها. ملي كيعجبو شي مواطن وكيلقاه ملتزم حاجه زي كيقول له شوف انت يا مغربي وما عنديش شك فيك، هذيك اللي بالي في ما عجبو شي واحد يقول له شوف انت يا مغربي وما عنديش شك. زعما هذا الانسان هذا حنا ما عشناش مع افود، ولكن عشنا مع هذا المعزه، على ما يذكر ان افود كان كيخدم الخدمه انا سي معزه فكر الناس في ايامات افود. انا هادشي اللي استنتج انا على هذا السيد. يا اخي واش ممكن لك تقولنا على قناه شوف تي في بمدينه تازه؟ واش قناه انها وصلت الصوت ولا مازال؟ انا سي عبد الله قناه شوف تي في اتابعها منذ نشاتها، وهذه المناسبه كنشكر سي عبد الله مرحبا اللي قررت يشوف تي في من تازه.
انا نقول لك واحد النقطه، حنا كبرنا كنقراو الجرائد الورقيه، كان دائما المراسل الجريده كيكون ما كينفاس وكيطلع الفاس ديال المراسله وكيرجع بحال الفاس. انا كان عندي نداء من هذا المنبر، كنقول لقناه شوف تي في خصنا المراسل يكون قار فيها، وخصها تكون قريبه للمواطنين. لاحظتي شوف تي في يوميا كدير لي ميكرو تروطوار في زوطخ فيل، ولي تازا تازا بركه يعني التهميش اللي نتاع البطاله والناس مساكن مدينه صغيره وما كاينش فيها الافاق وما كاينش فيها المعامل ما كاينش فيها بزاف الحاجات. بغينا نشوف تي في توصل النداء ديال توازا، وانا عارف ان شوف تي في عندها الملايين المتابعين. نعم. وكاين توازا مغربين لا داخل خارج المغرب، اما حنا ما كنتموش مغربين في بلادنا، واني البعد ديالنا بحال دابا انا 430 كيلومتر على تازا، كنفضل مره شوف تي في تقربنا للكروتروار، دير برامج على 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 مدينه تازا باش تزيد تقرب المدينه للمغرب. تازا راه مدن قدامين ومدينه معروفه وعطات اسماء لامعه، والحمد لله ان غير في الرياضه ولا الفن ولا في اي حاجه ملي كنشوفوا شي اسم تازي كيتحرك القلب ديالنا. والحمد لله شنو نقول لك، الحمد لله كاين بعض التوازا ولينا كيبان غير شي فنه كتقول لك ما هذا تازي، ومن بعد كنعرفوه والحمد لله اللي تقربنا بزاف ديال التوازا اللي عطاو مدينه صغيره وعطات اسماء كبيره. الحمد لله نشكرك اخي. وخمسه الكلمات، وانا عندي الكلمه السادسه هي ديال السي عبد الله الغوسه، انسان عزيز على قلبي وصديق وصديق العائله، واخا انا بعيد في طنجه راه ديما في القلب اخويا عبد الله. الله يخليك. وما كنترددش جيتي طنجه مرحبا بك، جينا تازا جلسوا معك مرحبا بك. الشرف ليا. وهذه المناسبه السي عبد الله بغيتك نداء دير واحد البرنامج، بما انك درتي برنامج على الرجاء زرتي الرجاويين وكذا وكذا، عندي واحد الطلب. لا شوف يا اخي. نعم. يا اخي جبتي لي واحد الموضوع مهم قبيله، سما كان تدخل واحد الشيء التادلي قال لك على الرياضه كره القدم مدينه تازا. قلت له انا شوف راه بحال تازا بحال الرجاء، غير تازا كيخصها الناس يكونوا عندها ملايين باش يقبطوا الفريق، ماشي مدرب، هذا هو الفرق اللي كاين. نعم. وانا هذه المناسبه ملي جات لعبت الرجاء في طنجه، مشيت للفندق خصيص التقيت مع اعضاء الرجاء البيضاوي كاملين بهم، الا ان الرئيس ما جاش معهم لسوء الحظ. وانا هذا نداء عندي من شويه، قالت شوف سي زياد التقى بالسي زياد، اول حاجه نقول له نقول له شوف بما انك رئيس فريق نادي عالمي بغيناك واحد الالتفات لمدينه تازا، يا اما باللاعبين يا اما مباراه حديه بين الرجاء مع تازا، المهم شي حاجه اللي تفكر فيها تازا. بالنسبه لسي عبد الله النداء اللي كنطلب منك كان عليا نطلبوك على الخاص بيني وبيك، ونطلبوه على العام. مرحبا. واحد انسان معروف هذا مدينه تازا ودوز الفن، وكان موظف الاشغال العموميه، هو الوالد لسعي اطال الله في عمره السيد عزوز القاف، اللي ما اي واحد سادات تقول له عزوز القاف يقول لك رجل طيب، اللي راه مسكين غير في الدار ما كيخرجش. بالنسبه لسي عبد الله، واخا انا كاين على طنجه والحجر الصحي، بغيتك تمشي دير له واحد الزياره تفقديه وتشوفوا، واخا ما يهضرش ري دوزو دير له النوماج. انا كنفضل نديرو تكريم الانسان هو بالحياه ماشي واحد من بعد الوفاه ديالو. حسبي الله ونعم الوكيل. انا شرف لي ادخل الدار ديالكم مدينه تازا، انا لا تسمح لي تا من غدا ان شاء الله ناخذ ليكيب ديالي ونمشي عنده للدار ان شاء الله، وربط الاتصال مع العائله قول لهم راه غتجي عندكم قناه شوف تي في، دوز الوالد على المباشر. الف 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 مرحبا ليا انا اولا، و77 مليون مرحبا لقناه شوف تي في، لحقاش قناه شوف تي في مفتوحه على اوسع الابواب ديالها، كتبدا من الفقير وحتى الغني، ما عندهاش قيود. ولا انا شرف ليا نمشي للدار الوالد ديالك. وبالنسبه للقاف اسم عريق، احنا كنا كنسمعوا الماتشات الكره غير بالبوق القاف، وكنا بزاف الحوايج لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا يا اخي شرف كبير ليا، وانا كنأكد لك لانك من بعد الزياره تاعك الى كان الوالد تاعي مسكين القنط وجلس في المنزل كثيرا، الزياره تاعك تتليلو صدره وتقدر يولي واحد اخر انسان. هذا المنظر في العشر الاواخر نتمنى الله الشفاء العاجل ديالو مسكين، تا هو راه مسكين زي الكبر، وتا هو انا قلت لك راه مسكين راه ما كاينش اللي ما كيعيطش يقول لك يبقى بواحد الزوز، راه تا اي واحد يدخل يقول لك يدير بواحد الزوز. والوالد تاعي مسكين كان مازال بصحته كيطلع كيقصر القهوه ديال لايستو ديال ليبول،
ودابا مسكين الصحه نتاعو خانته، راه مره مره كيزور الاصدقاء نتاعو. انا هذا نداء نتاع السي عبد الله باش ندير له اوماج هو بالحياه. غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله، والشرف ليا غدا ان شاء الله. اعيدوك غدا ان شاء الله غندخلوا في البروغرام، ندير له كاع بات حي باذن الله، ما يكون فيه لا مونتاج لا والو، بات حي ان شاء الله يشوفوه المغاربه والناس ديال تازا اللي كيبغيوه الحقيقيين باذن الله. الشرف كبير ليا يا اخي فتاح. هذاك اخويا عبد الله ديك راه داركم، وهذاك راه هو بحال بوك الشرف عندهم احبابك. اخي فتاح راك على المباشر، اعطي كلمه للمتتبعين قناه شوف سي في، وراك على المباشر اخر كلمه. مرحبا بك يا اخي، وغدا ان شاء الله يعاينونا في المنزل ديال الاب، غنزوركم ان شاء الله باذن الله. كنشكرك سيدي عبد الله، عواشر مبروكه لجميع التتوازه في داخل المغرب وخارجه، وكنشكر قناه شوف سي في وهذا التدخل ديالي انا. هذه القناه كانت عندي عزيزه وزادت عزيزتي في التدخل، لانها فكرت في ناس وجات عندنا تلتازا بشخص عبد الله بن الغوته الاعلامي المتميز الذي يشرفنا داخل المغرب وخارجه. شكرا جزيلا لكم. خاتمه اعتز بها، كنشكرك، وغدا ان شاء الله ربط لي اتصال مع العائله ديالك. انا غادي نمشي نزور صباع الزوز. مرحبا بك يا اخي على قناه شوف سي في. ليله سعيده. شكرا يا اخي. شكرا شكرا شكرا. متتبعينا الكرام، هذا الصديق فتاح لي محب لمدينة تازة، عنده ما يقول إنسان كيبغي المدينة، ولكن ظروف العمل داسه المدينة طنجة، وعنده واحد الأب ديالو اللي هو باع الزوز، إنسان اللي عطاك قيادة في مدينة تازة وعطى بزاف، وسيلقاف واحد الإنسان اللي ليش نقول لكم الله يشافيه. متتبعينا الكرام، انتم الان على المباشر على قناه شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر. متتبعي الكرام، تابع قناة شوف سي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر من مدينة تازة، وكنتظروا الآراء ديالكم، وكنتظروا التعليقات ديالكم، واش يمكنكم تقولوا لنا على هذا الحجر الصحي. كان معنا أحد متدخلين مدينة طنجة اللي هو السي فتاح، وعطى كثير، وقال لك بأن تمديد الحجر الصحي فهو لصالح المملكة المغربية ولصالح المواطن المغربي. نبغي نعرفوا الآراء ديالكم وتتبعين شنو تقولوا لنا على الحجر الصحي. متتبعينا الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على البث. يمكن راه عندنا شي مشكل في البث. متتبعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنشكركم على هذا التواصل لهذه الليلة، وكنشكركم على هذا البث المباشر اللي شاركتونا فيه التعليقات ديالكم. ليلة سعيدة، تقبلوا تحيات قناة شوف تي في، كان معكم عبد الله من مدينة تازة.